السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قضت محكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 بتعديل الحكم الابتدائي في حق الإمام والقيم الدين سعيد أبو علي بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى 3 أشهر نافذة وغرامة 2000 درهم. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بتمارة أن حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10,000 درهما، وذلك بعد اعتقاله يوم 26 غشت 2021 من أمام مقر إقامة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي توجه إليه للاحتجاج على قرار عزله من الإمامة والتدريس بمدرسة عتيقة بإقليم جلميم مدرسة الرحبة. القرار الاستئنافي استجاب جزئيا لطلبات دفاع الإمام الذي اعتبر الحكم الابتدائي مخالفا للصواب ولا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم. الحكم أعاد للواجهة نقاشا مجتمعيا واسعا حول تدخل الدولة في تسيير أماكن العبادة وتحكمها في الشأن الديني مع عدم قيامها بواجب رعاية تلك الأماكن والقيمين عليها، رغم أن هناك مصادر للتمويل جعلها أجيال من المحسنين محبسة لخدمة تلك الأماكن، سيما وأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد من أغنى الوزارات في المغرب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.